هنتكلم النهاردة عن البوتاسيوم. normal serum potassium level is ranging from 3.5 to 5.5 milli equivalent per liter أو ملي مول per liter. حتى كده عشان البوتاسيوم عليه 1 positive charge، أي element عليه 1 charge سواء positive أو negative بيبقى فيه الملي equivalent هو الملي مول. لكن لو هو عليه اكتر من تشارج زي الكالسيوم مثلا عليه 2 بوزيتيف تشارج بيبقى الملي ايكويفالنت بيطلع قرايه والملي مول بيطلع رقم تاني. عندنا كيس بتقول a code blue is called in the hemodialysis unit 65 years old male with end stage renal disease has arrested awaiting his dialysis treatment CPR and resuscitation are in progress and an IV line has been established. الأول يعني ايه code blue؟ code blue ده يعني call بيحصل لما يكون في حالة arrested. المفروض ان على اساسه هي resuscitation team خلال وقت معين متعارف عليه سي دقيقة عشان يعملوا initiation للCPR. تمام كده؟ احنا عندنا حالة عنده 65 سنة والمفروض ان هو متاخد فيه دياليسيس انه قرار ان هو ينشي دياليسيس بس للأسف هو ارستد قبل ما الدياليسيس بتاعه يبتدي. احنا عايزين نعرف بقى ايه اللي حصل ان العيان هايبركاليميك. امتى اقول ان العيان ده هايبركاليميك؟ لما يكون البوتاسيوم اعلى من اعلى حاجة في النوم اللي هو 5.5 ملي ايكوفالنت. القصة كلها ان انا احط في اعتباري ان الهايبركاليميا is a true medical emergency زي ما حصل في الكيس بتاعتنا. طيب ايه هي اسباب الهايبركاليميا؟ احنا عندنا ثلاث اسباب رئيسيين: زورو او سبيوريوس هايبركاليميا او ريدستريبيوشن او ترو هايبركاليميا. هناخد كل واحد بالتفصيل كده بالراحة. نشوف اول حاجة الزودو. زودو يعني او انفيترو يعني السيروم بوتاسيوم عالي في السامبل بس العينة اللي انا اخدتها من دم العيان هي اللي فيها هايبركاليميا، لكن اكشوالي دم العيان نفسه مفهوش هايبركاليميا. دي غالبا بيبقى مشكلتها الرئيسية سببها ان انا اخدت السامبل غلط. اخدت السامبل غلط ازاي؟ يعني انا مثلا دخلت بسن الابرة كذا مرة في نفس المكان فده بدأت خلايا الدم تتكسر فالبوتاسيوم بيطلع من الخلية للسيروم. تمام؟ او ان انا مثلا اخدت العينة في كونتينر والكونتينر ده او التيوب دي قعدت اهزها طول ما انا ماشية فالدم اتكسر او عدد الخلايا فيها كانت عالية جدا فاتكسرت برضو وطلعت منها البوتاسيوم بتاعها. او ان انا حطيت السامبل دي في المعمل مكيف والدنيا ساقعة فالدنيا الخلية برضو اتكسرت والبوتاسيوم بدأ يطلع منها. redistribution او shift ايه اللي بيحصل؟ احنا عشان نفهم الحتة دي لازم نرجع لحتة للفسيولوجي بتاع البوتاسيوم. البوتاسيوم هو المين intracellular cation يعني تركيزه اللي احنا بنقول عليه في السيرم 3.5 ل 5.5 ده يعتبر حاجة بسيطة جدا بالنسبة لوجوده في الخلية. في السل تركيزه 150 ملي ايكوفلنت بير لتر. تمام؟ فهو مينلي انتروسيلولر. اللي بيحصل شيفت لها حاجات في حاجة لخبطة بتحصل في الكيمياء بتاعت الدم تخلي البوتاسيوم يسيب السل ويطلع في الاكستروسيلولر فلويد فيديني شكل الهايبركاليميا ده. الحاجات دي بقى احنا هنسكمها في صورة ABCD وحاجة related للمصل. ال A اللي هي الاسيدوزيس، B بيتا بلوكر سيل destruction زي ما قلنا اي خلية تتكسر طلع البوتاسيوم منها drugs في drug toxicity diabetes. كلمة diabetes هي مش عشان diabetes في حد ذاته، هي عشان بس الاسكيما. اي حاجة تعمل تخلي البلد هايبرتونيك هتعمل هايبركاليميا. حاجة زي ايه؟ زي الدايبيتس طبعا عشان فيه سكر عالي. حاجة زي وجود دي كي اي.
حاجة زي ما يكون انا اديت مانيتول مثلا، او هايلايتد للمصل اللي هي المصل ديبولارايزنج ديزيز. نرجع للاسباب الاساسية تاني. يبقى احنا قلنا ان حصل الزودو اللي هو سببها الرئيسي هي الهيموليسيس، او الريديستريبيوشن قلنا فيها الاي بي سي دي، او تو يعني في اكشوال انكريز يعني البوتاسيوم في جسمنا فعلا زايد سواء انتراسيلولر او اكستراسيلولر. وده فين بقى؟ ايه انا لما اقولك حاجه زادت في جسمك يبقى دي غالبا زيادتها هتكون ايه؟ يا انت بتاخدها بكتير، يا انت مش بتعرف تفقدها، بتطلع من حاجه تانية زي ما احنا increase the intake decrease the loss او abnormal cell release. increase the intake احنا اخدناها بزياده في الدايت، في ادويه في الدايت زي ايه؟ الاكل الغني بالبوتاسيوم زي الموز، الجوافه، الدراي فود كلها اللي هي المشمشيه والتمر، العصاير المعلبه، الشوربه، الحاجات دي كلها غنيه بالبوتاسيوم. او دراجز بصوت انا اديت للعيان رينجر مثلا. رينجر طبعا رينجر عباره عن بوتاسيوم كلورايد وصوديوم كلورايد، تمام. او انا مثلا بدي للعيان دواء مدوب في صورة ملح، والملح ده بوتاسيوم زي مثلا الديكلوفين. الديكلوفين في منه ديكلوفين صوديوم وفي منه ديكلوفين بوتاسيوم. بس هخلي بالي من اللي لا من القصة دي، ان عشان يحصل مجرد زيادة انتاج بسيط يعمل هايبركاليميا لازم يكون عندي غالبا هيكون في العيان ده بيزل رينال امبيرمنت. decrease renal loss اي disease that affect the kidney function هيبقى بالتالي قدرتها ان هي تاكسكريت البوتاسيوم هيقل، فبيحصل هايبركاليميا زي العيانين ان فيهم decreased GFR لاي سبب، obstructive neuropathy، diabetic nephropathy، interstitial nephritis، او type 4 RTA. اللي بيحصل هتاخدوها بالتفصيل طبعا في الاسيدوزيس. اللي بيحصل ان في سببها بيبقى في اقل الالدوستيرون. الالدوستيرون المفروض ان هو بيعمل salt and water retention، بيحفظ الصوديوم والميه، بيكسكريت البوتاسيوم، فلما يقل البوتاسيوم هيزيد. ادرينال انسفشنسي زيها زي الالدوستيرون. او دراجز انا بدي ادوية زي الايس، الاربس، البوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس. abnormal cell release قلنا اي خلية هتتكسر البوتاسيوم هيطلع منها ويعمل هايبركاليميا. abnormal زي مثلا لو خلية مصل بتتكسر يبقى ده رابيد مايوليسيس. لو خلية تيومولايسيس سندروم زي في حالات مثلا الليمفوما او اللوكيميا، واحنا ادينا كيمو ثيرابي والحمد لله بدأ يجيب نتيجة فالمالجنت سيلز بدأت تتكسر، بيبتدي يحصل ايه؟ بهايبركاليميا منها. او في حالات ماسيف بلود ترانسفيوجن. كلينيكال بيكتشر اول لما تعرف ان العيان بتاعك هايبركاليميك اول سؤال تسأله بعد كده اخبار الاي سي جي بتاعه. احنا قلنا هايبركاليميا is a true medical emergency. hyperkalemia can cause cardiac arrest in diastole. hyperkalemia بتخلي الهارت ما يعرفش يعمل contraction. نبص على الاي سي جي في الاول خالص ان التي ويف بتاعتنا هتبقى طول وبيكت اطول من الطبيعي وعاليه. بعد كده الهارت وصل لمرحله ان هو مش عارف يعمل contraction، والcontraction بتاع الهارت في الاي سي جي هي الكي ار اس. نبص على الكي ار اس هتلاقيها بقت برود واسع وبيصور شكلها غريب. طب باقي الكلينيكال باكتشر عندنا فوق ايه هيبقوا معانا على طول حتى في الهايبوكاليميا. المهم اول حاجة فيهم الاباثي. بيحصل ممكن يوصل ان الوعي يبقى مش مظبوط، كونفيوجن، او من ناحية السنسوري سنسيشن بيبقى مش مظبوط برضو. ممكن حرين البق يحس بشوية تانجلينج او نومنس اللي هي الباراسيزيا. وطبعا اريزميا زي ما اتفقنا مع الهارت.
طيب الهارت كاردياك موصل افكتد وهتعمل المشكلة اللي عملتها قبل كده. طب لو سموث موصل افكتد، سموث موصل هتيجي في صورة اتني يعمل زي مثلا جي اي تي ديستنشن. لو سكيلتون موصل افكتد يبقى في موصل ويكنس وارفليكسيا وممكن يبقى فلاسيد باراليسيس كمان. يا سلام بقى لو ريسبيراتوري موصل هي اللي افكتد والعيان بتاعك يضطر يتحط على فنتليتر. حاجات تانية علاقة بالكلى بقى، بالكيدني هيأفكت، هيعمل impaired renal acidification وده اللي هو ال type 4 RTA renal tubular acidosis أو secondary hyperaldosteronism. طب أنا عايز أعالج العيان بتاعي بتاع ال hyperkalemia. الأول هبتدي بحاجة زي preventive measures كده، هبص على ال diet بتاعه، لو في مشكلة هعدله أو هوقفه، وال drugs نفس القصة هعدلها يا هوقفها. نقول مثلا الدايت ايه؟ الاكل الغني بالبوتاسيوم طبعا، الموز، الشوربه بكل انواعها، العصاير المعلبه، الفواكه المجففه اللي هي مش مشيه والتمر والحاجات دي. طيب دراكس لو بيعمل هايبركاليميا، والله هوقفه، لو في فرصه اني اعدله هعدله. يعني مثلا عيان عندنا هايبرتنسيف وبياخد اس انهبيتور، خلاص بقى بلاش اس ان انهبيتور، هبدلها بكالسيوم شانل بلوكر. عيان مثلا خد ديكلوفين بوتاسيوم، بلاش ديكلوفين بوتاسيوم، خد ديكلوفين صوديوم. عيان بياخد بوتاسيوم بوتاسيوم سبرينج دايوريتيك الداكتون، لا بلاش الداكتون، خد لازكس. لو في سبب هعالجه. طب العيان ده جالي في الاستقبال دلوقتي والبوتاسيوم بتاعه عالي 7 أو 6.5، المهم أعلى من 6، أنا مش هقوله بقى روح واعمل الحاجات دي وانت كنت بتاكل وانت كنت بتاخد دواء، لا أنا هبتدي في إجراءات أحمي بيها القلب وأحمي بيها الوضع وأحاول أقلل بيها البوتاسيوم في نفس الوقت مع الكلام التاني. لما يجيلي العيان ده أول حاجة هعملها له هي إن أنا عايزة أبروتكت الهارت. بروتكت الهارت ازاي؟ إن أنا هدي كالسيوم. الكالسيوم ده احنا متعارف على، احنا عارفين ان هو بيعمل كاردياك اريست ان سيستولي، فده يعتبر الفسيولوجيكال انتيدوت بتاع البوتاسيوم. بدي 1 جرام، بيبقى تقريبا الفايل بتبقى 10 ملي، بيبقى تقريبا فيهم 1 جرام، بديهم براحة، لازم ادي براحة سلولي اي في. لو انا عايزة اديله بايدي بسرنجة يبقى هديه اوفر 5 minutes، او هدي انفيوجن يبقى احسن عشان ما دخلش الهارت فجأة كاسيا ما خليه يعمل كونتراكشن ما يعرفش يفك يديني يحصل كارديك ارست سيستولي. ممكن احتاج اعيده بعد نص ساعة كمان. او هشتغل على حاجة تانية، ان انا اعمل شيفت البوتاسيوم بايك للانتروسيلولار فلويد. فاكرين الاي بي سي دي؟ هعمل عكسه، يعني كوركت الاسيدوزيس، ادي بيتا 2 اجونست، والجلوكوز انسولين انفيوجن. هاخد كل واحدة بالتفصيل كده. جلوكوز انسولين انفيوجن، الفكرة كلها ان الانسولين عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلية بيحتاج بوتاسيوم، فانا بعمل له شيفتنج باك. بعملها ازاي الموضوع ده؟ بديله الاول 10 وحدات انسولين مائي، او اللي هو الاكت رابد، او اللي هو الشورت اكتنج انسولين، بديهم وريدي اي في. بعدها بدي 25 جرام جلوكوز، اللي هي زيادة الجلوكوز 5% تقريبا، بيبقى فيها 25 جرام جلوكوز. ممكن احتاج اكررها كل 30 دقيقة، ودي بتجيب تأثير فعلا في تنزيل البوتاسيوم خلال نص ساعة، خلال ربع ساعة لنص ساعة. طب هنصلح الأسيدوزيس، دي ليها معادلة بتتحسب كده على حسب نسبة البيكربونات ديفيسيت اللي موجود في العينة بتاعة البيشنت. بديله بعوضه من 50 ملي ل 150 ملي ايكوفالنت، المهم ان انا بدي اي في وبدي بوت جديد على ساعة تقريبا. بيتا 2 اجونست، سالبيوتامول، بدي نيبولايزر، جلسات استنشاء، بديله 20 ملي جرام وحطه عليها 4 سنتي طلعي، والعيان بيشمها. كل اللي فات ده انا حميت الهارت، وان انا عملت بوتاسيوم شيفت انتراسيلولر،
كل ده ما بينزلش الليفل بتاع البوتاسيوم في البادي، الاكشوال ليفل بتاعه. الحاجات اللي بتعمل ريموفينج البوتاسيوم اوت اوف ذا بادي هما التلات حاجات دول ومفيش غيرهم. اول حاجه ان انا ممكن ادي لازكس انفيوجن او فوسمايد اللي هو بوتاسيوم لوزنج دايوريتك، لوب دايوريتك مع سلاين، ادي انفيوجن او ادي له اكستشينج ريزنس. دي باودر كده بتتاخد بعد الاكل، مكيال بيتدوب في نص كوبايه ميه والعيان بيشربوا. فكرته كلها ان هو بيكمباين البوتاسيوم اللي في الميل وينزل بيها في الستول، او ان انا اضطر اعمل العيان ده دايالسيس. امتى بقى؟ لو هو persistent hyperkalemia. يعني ايه؟ يعني عملت كل اللي فات ده وقعدت صلحت العيان وعملت الشفت، عملت ادوية الشفت واي حاجة بياخدها غلط وقفتها له، وعودته لازكس انفيوجن واديته الريزنس وستيل في hyperkalemia. او لو في life threatening condition، يعني اي سي جي بتاع العيان ده بدأ شكله يتغير، محتاج ان هو يدخل على دايالسيس. عندنا كيس بتقول ان في 68 years old female on the Jackson for chronic congestive heart failure presented by colitis as evidenced by copious diarrhea. The patient is weak, lethargic, and ectopic beats are noted on her ECG. What do you think? عندنا الكي وورد هنا في الحالة دي ان البيشنت دي عندها diarrhea، weak، لسه ضعيفة ومش قادرة تقوم على رجليها. شوف ايه الموضوع ده. هايبوكاليمي، امتى اقول ان العيان ده هايبوكاليميك؟ لما يكون السيروم بوتاسيوم بتاعه اقل من اقل حاجة في النوم اللي هو 3.5 ملي اكويفالنت بير ليتر. الكوزس، فاكرين التقسيمة زي بتاعت الهايبركاليميا بالظبط، اللي هي الزودو اللي هي سبيوريوس وريديستريبيوشن والتو اللي هي الاكشوال هايبركاليميا. الزودو او الانفيتو او سبيوريوس دي مشكلة ان الهايبركاليميا او البوتاسيوم قليل في العينة بس، لكن مش في جسم المريض اللي انت ساحب منه العينة دي. دي بتحصل لما يكون بالذات لما يكون العينه فيها التوتال لاكوسيتيك كاونت عالي قوي، وانت سبت العينه متخزنه لمده طويله في حراره الغرفه العاديه قبل ما تشتغلها. طيب ريديستريبيوشن، الشفت البوتاسيوم بيموف من الاكسترا سيلولار فلويد عشان يدخل جوه السل. فاكرين هي نفسها الاي بي سي دي بتاعتنا والمصل، بس هنعكسهم بقى. يبقى الكالوزيس، بيتا 2 اجونست، انكريس في الكاتيكولامينز، الدراكس سوري المقصود بيها هنا في الدراكس اللي هو الانسولين، عشان الانسولين فاكرين زي ما قلنا قبل كده الانسولين من الادوية اللي بتخلي الجلوكوز يدخل السل، والجلوكوز عشان يدخل السل لازم ياخد معاه بوتاسيوم فممكن يعمل هايبوكاليميا. بالنسبة للمصل عندنا حاجات اسمها هايبوكاليميك باراليسيس. يبقى عندنا كده الكوزس العامة هي الزودو اللي هي فيها زيادة في عدد الخلايا البيضاء، او redistribution زي الـ ABCD زي ما قلنا، او 2 اللي هي الـ actual loss. طيب الـ 2 hypokalemia زي ما قلنا قبل كده اي حاجة هتنقص من جسمنا مع اسبابها هتكون ايه؟ يا انا مش باخدها كويس decrease the intake، يعني جسمي بيفقدها كتير increase the loss. تجهيز الانتاج في حالة الهايبو بيعمل هايبوكاليميا صعبة شوية، غير لو عيان بقى دوت قاعد في مجاعات و severe emaciation وعنده severe malnutrition. طيب increase the loss، اللوس هنا هنعتمد ان هو في renal و extra-renal. extra-renal مقصود بيها عندنا اللي هي ال GIT والdermal loss. renal loss، عيان عنده بوليوريا يفقد يون كتير بيفقد معاه بوتاسيوم. هاي سولت انتيك، فبنسبة الصوديوم اللي بتوصل للتيبيوز بتبقى عالية فبالتالي بيفقد بوتاسيوم اكتر. كرونيك ميتابوليك الكالوزيس،
في حتة كده ممكن تكون عالية عليكوا شوية، بس مهمة عندنا نحاول نفهمها مع بعض. لما يكون العيان ده هايبوكاليميك واستل الضغط بتاعه ولقيته هايبرتنسيف، هفكر في الحاجات دي، منها زيادة الألدوستيرون والجلوكوكورتيكويد. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الحاجات دي بتعمل salt and water retention وبتعمل بوتاسيوم اكسكريشن، فبتعمل هايبوكاليمي. عندنا حاجة زي ليكروس اللي هو العرقسوس، هو نفس الفكرة بتاعت تقريبا زيادة الألدوستيرون والجلوكوكورتيكويد، نفس طريقة الشغل تقريبا. وفي عندي حاجة اسمها ليدلز ديزيز. طيب انا قست الضغط العيان ده لقيته ما عندوش ضغط، هفكر في الحاجات اللي انا بقولك عليها دي، اللي هي رينال تيوبولر اسيدوزس تايب 1 وتايب 2، بارترز ديزيز، وهايبوماغنيسيميا. هايبوماغنيسيميا دي من الحاجات الكومن قوي، لازم نفكر فيها على طول. انكريز اللوس فروم الجي اي تي، اهم اسبابها الفوميتنج والدايريا زي الحالة اللي احنا قلنا عليها قبل كده. ممكن الإلياس برضو يعمل كده، او التابينج اوف اسايتس ممكن يعمل كده برضو. طب السكين لوس، اهم حاجة الاكسسيف سويتنج، واحد عمل مجهود مشي مشوار 5 6 كيلو في عز الحر ممكن يعمل هايبوكاليميا. والبيرن بيعمل لوس اوف بلازما فبيبقى معاها هايبوكاليميا. كلينيكال بيكتشر، فاكرين الفوق ايه بتوع المرة اللي فاتت؟ هما هما مع شوية تحفظات بسيطة جدا. أباثي، اللي يهمني في الحالة دي ان هايبوكاليميا غالبا ما بيجيش بـ CNS manifestation، يعني العيان بتاعي غالبا هيبقى مفيش تشينج في الكونشس ليفل بتاعه. الأريزميا طبعا، برضو المسموس مصل افكشن فيحجي اتريوم جي اي تي ديستنشن، الأريفلكسيا على مستوى على السكيليتال مصل وتوصل لمرحلة مصل باراليسيس، نفس القصة هناك، بس هنا في الكيني ممكن يحصل بوليوريا وتيوبولر دامج. الكيني بتفقد قدرتها على الكونسنتريشن بتاع اليورين فيدخل في عيان في البوليوريا ويحصل حاجة اسمها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس. طيب الاي سي جي تشينجز بتاعت الهايبوكاليميا، فاكرين قلنا في الهايبركاليميا تي ويف في الاول بتبقى عالية؟ لا، هنا فلات اند بقى، هتبقى فلات اند تي ويف. بعد كده هيبتدي الاس تي سيجمنت ينزل لتحت، يحصل ديبريشن وتظهر ويف جديدة عبارة عن رفعة صغيرة كده قبل التي ويف بنسميها اليو ويف. طيب انا عايزة ابتدي اعالج بقى الهايبركاليميا. اول حاجة هدور على سبب، لو في سبب واضح قدامي هاخد له علاج. اكيد هبتدي علاج هايبوكاليميا ان انا هعوض العيان، هديله بوتاسيوم. بديله بوتاسيوم ازاي وامتى وفين؟ اولا قبل ما ادي بوتاسيوم لازم اساس السيفيرتي بتاع الهايبوكاليميا دي على حسب الرقم اللي عندي. لو مايلد اللي هو فوق الثلاثة، مودريت اللي هو من 3 يعني من 2.5 لـ3، سيفير اقل من 2.5. الفكره في ايه؟ ان انا لو هو مايلد بدي اورال، بعوض بريبليسمنت اورال كيف هي حلو عليه، لكن لو هو بقى مودريت او سيفير لازم ادخل باي في لايف. طيب الاورال بدي ازاي؟ بدي تقريبا الاورال طبعا بالنسبه لي ده احسن حاجه، بدي من 40 ل 100 ملي مول بير داي. دول بقسمهم على من 2 لـ3 جرعات عشان هو بس بيعمل اريتيشن للجي اي تي شويه. في معلومه لازم احطها في دماغي، احنا اتفقنا ان قبل كده ان البوتاسيوم ده ميلي انتراسيلولار، يعني النقصان البسيط عشان يحصل نقصان بسيط في اللي احنا بنقيسه ده، اللي هو من فرق من 3 مثلا لـ3.5، الرقم البسيط اللي قليل ده هو actually نقص قبلها في السيل كتير جدا عشان يوصل للرقم ده. فالواحد ملي equivalent نقص في السيرم بوتاسيوم تقريبا ده بيبقى ناقص actually من 200 لـ400 او نقول 300 ملي ايكوفلنت بوتاسيوم في الانتراسيلولار فلويد. فعشان اعوض قد ايه؟
يعني هو لو ناقص زي مثلا وهو لو ناقص 0.3 فانا لازم عشان اعوض العيان ده واوصله للنورمال، النورمال اللي انا بوصل عليه اللي هو 3.5، لازم هحتاج اديله 100 مللي ايكويفالنت. طيب شوية حاجات كده، وانا بدي البوتاسيوم ده الاي في، اولا التارجت بتاعي هو 3.5 مللي ايكويفالنت على النورمال، اللو نورمال. لازم العيان يبقى على مونيتور، بتابع بإي سي جي وبتابع بمونيتور، تمام. ولازم اتابع اقيس البوتاسيوم بعد اما ادي جرعة العلاج بتاعي بعد ما تخلص بساعتين لاربع ساعات، اسحب عينة تانية واشوف الارقام بتاع البوتاسيوم وصل لفين. البوتاسيوم ما بيديش زي الكالسيوم، ما ينفعش اخد الامبول واحقنه كله على بعضه للعيان مرة واحدة. never give push IV. ولازم يتاخد على جلوكوز فري فلو. ليه بقى؟ ان الجلوكوز مع البوتاسيوم هيعمل يطلع الانسولين على طول، الجلوكوز يدخل يطلع لنا الانسولين، يدخل البوتاسيوم اللي انت حقنهوله والبوتاسيوم الباقي في جسمه جوه السيل، فيعمل مول هايبوكاليميا مع انك اساسا بتديله بوتاسيوم. طيب لما اجي اعوض في احتياطات معينة، اول حاجه ما ينفعش ادي اكتر من 10 بالتركيز اللي انا بديه في الساعه، حوالي 20 مللي مول في الساعه، مش اكتر من كده، علشان برضو ما دخلش العيان بتاعي في ايه، فان هو يدخل في كاردياك اريست في الدايستول. ما اديش في اللاين البريفرال لاين، البريفرال لاين ده اللي انا البوتاسيوم هايلي ايرتنت، البريفرال كانيولا ما تاخدش فيها اكتر من 40 مللي مول، غير بعد كده تغيرها، تديله كانيولا في دراع الشمال انقلها دراع اليمين مثلا. مهما كان الديفيسيت بتاع العيان واللي محتاجه العيان، انا ما اقدرش ادي اكتر من 200 مللي مول في اليوم. يعني العيان ده لو البوتاسيوم بتاعه 2.5 ملي ايكوفالنت، يبقى هو الديفيسيت بتاعه 1 ملي ايكوفالنت، يبقى انا محتاجه اديله المفروض 300. ما ينفعش ادي 300، انا اخري في اليوم هما 200. لو في عيان بريزيستنت هايبوكاليميا، يعني انا عمال اعوض وادي بوتاسيوم وستيل البوتاسيوم قليل، لازم ادور على الهايبوماغنيسيميا واعالجها. لو هي موجوده هعالجها، الموضوع كله هيتعالج. شكرا يا جماعه.